هذه مهنة قديمة عنا بالضيعة هون، عن أيام بياتنا وجدودنا وجد جدنا يعني. اليوم كتر السنديان بين البيوت وبالملك، لأنه بسمة الختيرية مت رزق وراهم. لما مش حدا يفلح غمر هجم السنديان عليهم. اليوم خي إذا الحرش عبي كتير وإجت النار علي شو بصير فيه؟ ولا في أطفائية فيها تطفي. أهم شيء خي بالتشحيل ينقص كل شيء على الواطي وينترك عود واحد. ويتشحل على علوشة مترين ويتركوا من عونيك يطلع تأسيس شجرة كبيرة. كل الأشجار الحرشية بتستعمل بالمشحرة، أهم شيء هي فحمة السنديان، لأنه السنديان خشبتها صلبة كثير. الوضع القانوني للفحم خي فيه رخص من وزارة الزراعة، بيعطوه ترخيص بيسمحوا له قديش يطلع حطب وقديش يطلع فحم. ما في شيء عشوائي. بس كبن على الطريق منجمعهم منتركهم 20 يوم لتروح المي منهم. بدك تجيب المنجل تشحل فوق وتجمعوا على بيدر مثل هذا البيدر الموجود هون. الأرض بدها تكون جلسة 100%. بدنا نكيل مساحة البيدر طول وعرض ونعلم عن النص. بدك تقطع الحطب ليجمع 3-4 حبات حطب ويرجع يحط كل حطبة أو أطول من الثانية بخمسة سنتي. نصف الحطب على بعض. شو ما كان الحطب على بعضه نايم على بعضه ولازق على بعضه، شو ما كان في نتيجة أكثر. هاي بده شال، كله بده شال، بده يكون ناعم مثل القصب تيجي ويلبس على بعض. منجمع الحجار ذات النسبة ومنركب الحجر على الحجر، الحجر على الحجر، لتاخذ المشحرة هواء وأكسجين من بين الحجار. منحط الحجارة بعيد عن المشحرة 5 سنتي مشان نحط ورق سنديان بين الحجر وبين الحطب. مجبورين نجيب ورق سنديان ناشف له سنة قالب على الأرض، ورق الشجر اسمه برباص. منحطه على المشحرة ومنصير نخبطه بإيدينا ليصير مثل السفنجة، ليصير عازل بينه وبين التراب اللي بدنا نحطه بعدين. من تحت لفوق ايه؟ منحط تراب فوق منه 3 سنتي. لنبلش بتشعيل المشاحر، منجيب هذا اللزان اي شيء فيه ناعم انه يولع معك، منحطه هذا على وجه المشحره. بتولعها بتحميها بتحميها مزبوط، بتحط الحطب اليابس وبتحط شي 5 كيلو ورق شجر، فقمنها وبتخبطهم بايديك هيك. بس تحط ورق الشجر بتحط تراب، تنجبر هالدخنة اللي عم تطلع من فوق من راسها من عند الفتحة، تنجبر تعبي بقلبها وصير تطلع من عند الحجار من تحت. بتبلش بالفحم من فوق، نحن منولعها من فوق، بينزل الجمر لتحت وبتصير تنزل 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 لتوصل عند الحجار. بس يوصل الفحم لتحت بيحمى ورق السنديان، بيعطي لون أبيض أبيض كتير كتير. كل 1000 كيلو حطب بيعطي 200 كيلو فحم، كل طن حطب بده 24 ساعة ليصير فحم. بس يوصل الفحم على الأرض وتنظف بيطلع دخن لون أزرق، يعني انتهى الحطب صار كله فحم. بس تفتح المشحرة لتشيل الفحم بصير الفحم مكشوف، بتحطهم بتشيلهم بتعبين بالكياس. آخر عود حطيته أول عود بتشيله، هذا حطب الرفيع بيكون فحم أرجيلي، منعبيه على جنب، وموسى على فحم الشوي منعبيه على جنب، وآخر شيء بيبقى الكسر. الكسر في منهم بيعبوه، في منهم بيكونوا عندهم ضمير بيعبوه على جنب، ما بيعبوه مع البضاعة. طيب هذه المشيحر كلها اللي عم تنعمل، كلها هاي المطاعم كلها خيي، وهالقهاوي اللي عم تشوي، هالناس اللي عم تستعمل كيف بيشوي لحمتهم هالناس؟ شيل المشيحر بيوقف هذا القطاع كله سوا يعني. وهيني ما لنا مضرة. تخيل إن هاي الطبيعة شحلتها أنت، تعاملت معها، نميتها من أول وجديد، المطرح اللي شحلته ونظفته صاروا بينوا عندك بالأرض، ما في ولا أي ولا 1% خطر إنه يولع النار. ليش؟ لأنه أنت شلت الورق السنديان اليابس من الأرض، استعملته بمشحرتك، ما فيها شيء سلبي. الشيء السلبي بس تقلل الضمير، يعني أهم شيء يكون عندك ضمير حتى بالقص أو بالفحم أو بكل شيء. الضمير أهم شيء.